كتعرفوا الشعار ديال الدوله الرابعه من الابواب المفتوحه اللي كتضمن مديري العمل المواطني تحت الشعار 67 سنه من تجديد متواصل من اجل مرفق امني مواطن. دونك حنا لو رول ديالنا في هذا لو ستون ديال لي زونيتي دو ماتيان دو لوط هو التعريف بهذه الوحدات اللي هي مكلفه، هي وحدات متخصصه مكلفه بالمحافظه على النظام واستتباب الامن. الدور ديالنا كيتجلى في اعطاء واحد النبذه على التوزيع ديالها على مستوى المملكه، المهام اللي كتقوم بها، الوسائل اللي عندها، اللي كتخول ليها تدخل في واحد الاطار اللي هو قانوني ومرجعي ومتعارف عليه المستوى العالمي. وكيف ما كتشوفوا بالنسبه للمعدات اللي كتوفر عليها المديريه العامه للعمل المواطني، هي معدات من احدث الطراز.